نيتسو يعني اكيد بالنسبه للاعبين هو من الواضح على بعض اللاعبين خصوصا اللاعبين المهمين في الفريق لعده اسباب. ممكن الاسباب هو عدم انه الاستمراريه في التمرين لانه ما كناش متكملين طول الموسم، يا اما لعده اسباب يا اما يعني التزامات مع المنتخب او اصابات، فهذه الظروف كلياتها ادت انه ما تقدر انه يكونوا مع المجموعه يتمرنوا التمرين كلياتها مع المجموعه، فهذا ممكن واضح عليهم من الناحية الفيزيائية. لكن مثل ما احنا ملاحظين ممكن في الفترة الحالية انه قاعد يتحسن هذا الشيء، وان شاء الله يعني مع الوقت ان شاء الله يتحسن افضل وافضل. يعني بالنسبة للاعبين لسه هي القائمة هذه اولية، ممكن انه يرجع بعض اللاعبين معنا، اكيد مثل اي مدرب هو يفضل انه يكون كل المجموعة موجودة، لكن في نفس الوقت يعني هذا واجب وطني، احنا ما نقدرش انه يعني نعارض هذا الشيء، لكن اكيد يعني عارفين انه اللاعبين اللي بيروحوا على المنتخب ما راح يروحوا يعني برحله، في عندهم عمل وراح يتمرنوا، وان شاء الله انه يجوا قبل موعد المباراه اللي راح تواجهنا ممكن بعد الاستحقاقات المنتخب مع النصر، وان شاء الله يكون في عندنا وقت انه يتجهزوا من المجموعه ويكونوا جاهزين للمباراه. في الوقت الحالي يعني امامنا مباراه التعاون، احنا كل تركيزنا على مباراه التعاون، كيف نفوز في المباراه وبعدين ان شاء الله بنفكر بكاس ولي العهد. والله شوف يعني مثل ما تقول، يعني تعرف احنا مره نلعب مباراه كويسه، بعض الاحيان تجيك مباراه الظروف ما تمشي معنا كويس، لكن ان شاء الله باذن الله احنا كلاعبين ان شاء الله احنا عارفين وحاسين بوضع فريقنا وعارفين فريقنا كويس، باذن الله ان شاء الله راح نحاول احنا كلاعبين محترفين نعدل فريقنا ويكون في المسار الصحيح. يعني اي لاعب يمر بهذا الشيء طبيعي، هذا الشيء اي لاعب، واكيد انا كلاعب اكيد راح ان شاء الله باذن الله من المباراه القادمه باذن الله راح اسعى بقوه ان شاء الله للتسجيل.